جهاز الفاست اللي هو كشف السريع عن سوست النخيل. هذا الجهاز بيعتمد على البصمة الجينية للآفة اللي هي سوست النخيل، بحيث انه لما بمشي على النخلة وبيكون فيها إصابة على طول عشان الجهاز في نفس الشفرة، فبيشاور على النخلة دي ان فيها إصابة. قد يكون الفاحص اللي هو معتمد على الفحص الظاهري بالعين المجردة، قد يكون بيبص على النخلة من وجهة نظر يقول إنها سليمة لأنه ما هوش مش شايف فيها ثقوب إصابة، لكن الجهاز بيكون شايف حاجات ما يقدرش الفحص بالنظر يشوفها، زي إيه؟ الإصابة القمية اللي في القمة النامية اللي احنا بنقول على الجمارة، أو في البيضة، والبيضة دي على الكرانيب بتاع النخلة صعب إن الفاحص يشوفها، أو إنها تكون في الشرنقة برضو في الكرانيف، أو حشرة مستخبية في الكرانيف، أو إصابة في تحت سطح التربة هو مش شايفها. وعلشان كده ده بيبقى له أفضلية في الكشف عن الفحص الظاهري وعن يعني وسائل أخرى. ليه؟ لأن أنا لما بفحص النهاردة ويكون عندي إصابة حديثة أو إصابة خارجية لسه بيضة ما فقستش وطلعت اليرقة اخترقت النخلة، أو اليرقة اخترقت ولسه في الأعمار اليرقية الأولى بتاعتها ما عملتش خسارة كبيرة في النخلة أو عشان تطلع وتعمل ثقب الإصابة، اللي هو بيميز بيه الفاحص بالعين ان يقول النخله دي مصابه او لا، اقدر انا اتعامل مع النخله مسبقا قبل ما يحصل كل الخسائر دي في النخله. الحدث اللي احنا فيه اسمه الدوره التدريبيه الدوليه الثانيه لمكافحه افات النخيل بطرق المكافحه الحيويه. احد اهم افات النخيل سوست النخيل الحمراء. فتبعا لبرنامج الدوره كان في النهارده المفروض ان الاجهزه المتاحه في السوق وطرق الكشف عن الاصابه المتاحه في السوق كنا بنيجي بنلقي الضوء عليها ونبص عليها وننقل المتدربين يبصوا عليها. اهم حاجه الاكتشاف المبكر، كل ما بتكتشف الاصابه بسوست النخيل مبكرا كل ما بتقلل تكلفه المكافحه وكل ما بتوفر المصاريف عليك وبتحمي نفسك من الخسائر الكثيره اللي بتحصل نتيجه الاصابه. فالنهارده معظم اللي كانوا معانا النهارده او الطرق اللي كان معانا كشف عن الافات، الكشف المبكر عن الافات. عندنا النهارده كان في طريقتين، كان في طريقه للجيش، كان الهيئه الهندسيه كانت عامله جهاز قبل كده للفحص عن سوس النخيل باستخدام البصمه الوراثيه والموجات الكهرومغناطيسيه اللي بتطلع من الحشره بس بأنتنا، وابتدوا يطوروا فيه الحمد لله ان احنا قلنا لهم ملاحظاتنا ان هم يطوروا فيه عملوه ديجيتال دلوقتي بحيث ان انت ما يتأثرش بالهواء ما يتأثرش بأي عوامل خارجية. وحاليا هم فترة التجريب والتقييم تبع وزارة الزراعة. في برنامج معمول للدورة التدريبية الدولية الثانية لنخيل التمر، فكان من ضمن البرنامج بتاعها عرض للطرق المستحدثة في الاكتشاف المبكر. الاكتشاف المبكر لسوسة النخيل يعتبر هو دلوقتي الشغل الشاغل في العالم كله، ان احنا نعرف ان عندنا نخلة دي مصابة من بدري، لان الإصابة اللي بتحصل أو لما بنكتشف الإصابة بتكون النخلة حصل فيها تدمر بشكل كبير. وبالتالي كان من الأولويات من كثير من الباحثين والعلماء إن هم يشوفوا طريقة البحث أو الكشف المبكر. عرضنا النهاردة ثلاث طرق، طريقة من الإمارات الدكتور عبدالله جنيبي حائز على جائزة خليفة 2022 بالطريقة بتاعته، وفقا لمبادرة السيد الرئيس اللي كان يتكلم عنها اللي قال إن لازم الشركات القطاع الخاص تكون في تعاون مع الوزارات والحكومة. فإحنا من المبادرة ديت بدأنا نتعاون مع الجهات البحثية في مصر، وزارة الزراعة، كلية الزراعة، المراكز البحثية المختلفة، مركز البحوث، معهد مركز النخيل. وكانوا القصة كلها ان احنا بنتعاون معهم في تقديم كل ما هو جديد. احنا كشركة بنقدر نتعاون مع المجتمع، بنقدر نتعاون مع المستثمرين، مع المزارع. كهيئات حكومية بيبقى في رولز معينة او قوانين معينة ما بتخلوش يتعاون مع ده، ولكن احنا بقى الشركات القطاع الخاص في النقطة دي هي حلقة الوصل ما بين البحث العلمي الجديد، واحنا اللي بناخد البحث العلمي ده ونبدأ نسوقه للمجتمع بشكل عام يعني. وبالتالي احنا هي عبارة عن سلسلة كلنا مع بعضينا متواصلين فيها. تحديات مال سوسة النخيل موجود عندكم في مصر، موجود في كثير من الدول العربية، موجود في السعودية. اللي شفناه من عروضات اشياء حقيقة
يعني تضيف للأفق مال العلاج حق السوسة الكثير، يعني تثير أسئلة، وهذه الأسئلة مهمة للغاية. النقاشات اللي سمعناها ودارت في القاعة حقت العروض اللي تمت مهمة، التجارب اللي شفناها برضو يعني فعلا شيء مهم جدا. نتأمل فعلا أنها الحلول هذه تحل مسألة السوسة بشكل اقتصادي وتحل مشكلة عويصة في الوطن العربي كله موجودة. بالنسبة لنا طبعا في القطاع التجاري يحتاج أن احنا نختبر أي تقنية قبل أن ننزلها السوق، في نفس الوقت يحتاج أن احنا نتحدث مع وزارة الزراعة في السعودية على أساس تقبل التقنيات هذه وتقبل تسجيلها. فأمامنا خطوات طويلة في الموضوع هذا علشان نتهم، واحدة من أهمها هي مزيد من الاختبارات ومزيد من أقناع السلطات عندنا في وزارة الزراعة والمزارعين أن والله التقنية هذه لها تكاليف ولها نتائج مهمة. فإحنا أمامنا الكثير من العمل حقيقة عشان ننزلها للأرض. الدورة طبعا هي أساس فيها مكافحة سوس النخيل الحمراء، بتعرف على طرق المكافحة الموجودة على سوس النخيل الحمراء على مستوى العالم ومستوى المناطق العربية، ومنبدل الخبرات بينهم وبينهم في مكافحة سوس النخيل، نشوف إيه الجديد في مكافحة سوس النخيل الحمراء. النهاردة يعتبر يعني إيه موضوع تمهيدي أو تقييم لبعض الأجهزة المستخدمة في سوس النخيل الحمراء، ويعتبر لسه الأجهزة دي محتاجة تطوير ومحتاجة تعديل ولسه في دور التقييم. يعني ممكن تاخد فتره كمان على ما نقدر نقول الجهاز ده الاجهزه او الطرق دي موجوده قويه او ممكن نستخدمها على نطاق واسع في مكافحه سوس النخيل الحمراء. طبعا دور الوزاره اصلا اي طريقه بتجيب نتيجه كويسه بتعمل لها تقييم وبعد كده بيطلع تقرير ونقدر نقول للمزارعين. طبعا الوزاره محل ثقه للمزارعين، قالوا الطريقه دي كويسه جدا في مكافحه اكتشاف الاصابه او مكافحه سوس النخيل الحمراء، ودي حاجه من سنه 1992. اي طريقه او اي ماده او اي ماده كيماويه بتستخدم في سوس النخيل الحمراء بنعملها تقييم قبل استخدامها، او طريقه اكتشاف بنعملها تقييم. بس دلوقتي على مستوى العالم طرق التقييم كلها لسه ما وصلتش للمرحله ممكن تدي توصيه بها استخدامها على مستوى العالم، مثلا المنطقه العربيه او على مستوى العالم او مستوى مصر. كلينا مستهدف في الموضوع كله من بداية الموضوع، ان كان عندنا نقل الخبرات اللي موجودة في الخارج للأفراد المتدربين الموجودين معنا، وبفضل الله النهاردة اليوم الحقل اللي تم عرضنا كل الطرق المتاحة والموجودة في كل الدول بشكل كبير جدا لعمليات الاكتشاف لسوسة النخيل. عملنا طريقة تدريب الكلاب المدربة بالفيك كلب والطريقة الإماراتية كان معنا عزوم الصبح، وعملنا طريقة الاكتشاف باستخدام الجهاز الاكتشاف للسوسة النخيل، وعرضنا طريقة الحقن تحت ضغط كمان بحيث ان احنا لقينا نفسنا او عملنا استعراض لكل المنتجات وكل حاجة تقدر يستفيد بها المتدرب معنا في الدورة كاملة. ده بالنسبة للجزء النظري. الجزء العملي، الجزء النظري تعرضنا فيه بأشكال كتيرة جدا لطريقة مكافحة الآفة أو آفة سوسة النخيل باستخدام الأعداء الحيوية زي الترايكوجراما زي الطفيليات والفطريات الممرضة للحشرات والنماتودة الممرضة للحشرات، اشتغلنا عليها بشكل كبير جدا، والمتدربين حتى قاموا بأن هم بدأوا يعملوا استخلاص ليها من خلال الـ وجود الأدوات المعملية الكاملة اللي اشتغلوا بها في الدورة كلها. استفدنا حاجات ما شاء الله عن طريق تجربة قمنا بها، هي استخدام تقنيتين لتوضيح الكشف على سوسة النخيل الحمراء، الكشف المبكر وذاك باستخدام الفست والبيكفاب، باستخدام الكلاب تدريب الكلاب على الكشف على سوسة النخيل، وطلعنا تدريب حقلي فكانت في مقارنة بين استخدام الجهاز وبين تدريب الكلاب، وكان في مقارنة بين الفترة الزمنية. كان طبعا في 20 نخلة وكنا احنا ما نعلموش اذا كانت هذه النخيل مصابة او لا، فقمنا بالتجربة بالفحص على النخيل عن طريق الجهاز. مصر فيه اهتمام كبير جدا
من الدولة اهتمت جامد أول فترة الأخيرة بزراعة النخيل، وخطة الدولة في زراعة 7 مليون نخلة تخلينا أن احنا دايما نشجع أي دورات تدريبية أو ورش عمل أو محاضرات بتهتم بمجال النخيل وعلى رأسهم سوسة النخيل الحمراء. فأنا بشكرهم على الدعم الكبير اللي بيقدموه لقطاع النخيل في مصر. النهاردة استفدنا بتجربة جديدة للكشف المبكر لسوسة النخيل بطرق مختلفة، وتم طبعا إذاعتها بكل شفافية. الأجهزة المستخدمة ما شاء الله كفاءة، جربناها في أكتر من نخلة وجربنا حاجات مقصودة، إصابات مقصودة. صيانة الجهاز الكشف المبكر للسوسة أو طريقة الكلاب المستخدمة، لا في فعالية قوية جدا وفي تجربة حقيقية اتعملت قدامنا دي نقدر نستعين بيها. احنا في خطة ان احنا نعمل حصر وعلاج لسوسة النخيل على مستوى مصر بالكامل، اصبح مطلب لينا كلنا جميعا. المشاريع اللي عندنا بقت قوية عملاقة بتهدد بسوسة النخيل، لازم نديها الدعم الكامل ونشتغل على ان احنا نمنع الاصابة. استخدام الكلاب في الكشف عن سوسة النخيل الحمراء ده كان من اكثر من 10 سنين، ولكن كانت التقنية ما هياش بتقدر تكتشف الأطوار الأولى زي البيض واليرقة والإصابات اللي هي لسه حديثة، ولكن مع تقنية باكفيب اللي هي بتمتلكها شركة كيتو الهولندية وبالتعاون مع شركة إيستويند، قدرنا نوصل بالبحث والتطوير ان احنا نطبع اقل رائحة بخر للكلب يقدر يوصل من خلالها انه يكتشف كل المراحل اليرقية سواء البيضة أو اليرقة أو السوسة أو الشرنقة. وزي ما شفنا حضرتك النهاردة في الاختبار تم عمل تقييم للكلاب وتم تخبئة نخل في بيض وفي يرقات وفي سوس، والحمد لله الكلاب اكتشفت كل الأطوار بنتيجة هائلة. إصابة لو أعلى من 2 متر الكلب ما بيجيبهاش، لأنه بيعتمد على حاسة الشم، لازم يشمها عشان يجيبها، فهي بالتالي لو أعلى من 2 متر فريحته ريحة الإصابة مش هتوصل للكلب. فإحنا بنتعامل مع المزارع المشاتل بيبقى النتيجة فعالة 100%، وكل الزراعات الحديثة النخل الأطول اللي هي بيصل خشب ل 200 متر وأكتر بتبقى النتيجة مضمونة يعني 100%.